ده كل ده جوه التاني اللي شغال دي على كده نظيفه المنطقه بس الراجل ده عشان نقل وربنا كرمه وبيت مش راضي يتكلم ونفتح انا لا هي منطقه هي كلها هنا والله حضرتك هديك زي ما انت شايف اخاك يا بطل واللي معاها اللي معاه خمسة ستة لمعظم الكلام قاعد يوم في الأوضة والصالة دي. بيدفع إيجار كام؟ حد سأل فينا نعم؟ بيدفع إيجار كام؟ إيجارها رمز. الإيجار بتاعها رمز. يعني 36 30 جنيه شاف المية والنور. بس. هذه الناس اللي خلاها قاعدة وسقف. ومحدش سأل حضرتك. أنا أول ما وجع عند السقف قعدت أقول لهم يا إخوانا اللي عايز يعمل محضر يجي معايا الاسم. يجي معايا الاسم محدش راضي يسأل. رحت أنا عملت لوحدي. ورحت وأدي رقم المحضر في جيبي. جاني واحد لموظف الكلام بيكلمني بيقول لي طب انا اعملها لك ايه دي اياها عملتهم في اسم اول اهو عملناه في قسم اول محضر ده اول في قسم اول لموظف كلامه ورحت للشرطه جاني واحد عاين وقال لي ده اعملها لك صرف صحي قلت له صرف صحي ازاي والصرف الصحي في البلكونه ورقه بس كبيره ورت له البلكونات كلها من ورا ومن قدام قلت له بص حضرتك البلكونات والسقوف واقعه ازاي والسياق باينه وسلاك النور باينه مصط الحديد كله متاكل سطه كله وجع انت احنا قافلين ننام اول ما بتعدي عربيه من هنا بتهز العماره كلها العماره كلها 72 72 شقه في العماره وكله اسقى من بعضيه وكل واحد لمنظم اللي معاه اربع عيال واللي معاه خمس عيال واللي معاه سبعه معاه اسره كبيره بقى حتى ميتين هنا على الحياة حياة صح محدش سأل فيه وحوالي وعملنا المحضر وريته حضرتك الصورة بتاع صورة المحضر احنا هنا محدش سأل فينا خالص الشقة طلعنا بتاع 20 و 30 متر 30 ايوه بتاع 30 متر الشقة بسم الله الرحمن الرحيم في شقة بتتجع من فوق ال 10 والله العظيم اي عربية بتعدي كل حملة تاجيل تخلينا بعد عنك العمارة كلها تتهز هز هي تعمل زلزال اه والله بس بص مش كانت المساكن هنا هتاكل ولا هتتكلم المجار وعبانا هنا ما عارفينش نعيش واخد بالك يعني سيادتك حرام المفروض يسالوا فينا الصحافه بتيجي تصور والاهرام بيجي يصور واخبار اليوم دي صور مفيش حاجه حصلت صوروا من سنه وصوروا من اثنين المحافظه انا ما عرفتش شكله اديني انا في المحافظه ما عرفتش شكله ايه ما عرفش يعني المفروض ده المحافظ يمر ويشوف اليوم اللي يطلع فيه المحافظ الواحد بيغسل وشه في بيشوف وشه في الارض اليوم اللي بيطلع فيه المحافظ لكن لما بعد ما بيمشي الوضع بيرجع تاني كما هو عليه المفروض المحافظ ما يقولش لحد انا طالع الحيطان كلها بايظه ما حدش بيسال فيها خالص ولا محافظه ولا حاجه ابدا بتسال فيها الزباله مالها الشوارع ده احنا اللي كان فينا الاهالي عشان الفقر اللي جرى علينا دي لنا سنتين مش قادرين ندفعه وانا دينا عامله عمليه في عين حتى مش قادره بسبب الريح العلاج بسبب القرف اللي احنا عايشين فيه بص الزباله والقرف والناموس والزباله والقرف والحلوه وتبقى طالع علينا والامبولانس لا الميه بتبقى عندنا على طول من زمان حاطين مواتير عشان الميه تطلع بس يا اجي بقى الزباله في ماليه الدنيا بص طول الوجع كده ايه اللي الميه نازله علينا من فوق وتشير نازل علينا بصي انا قاعده وتشير بصي اول حاجه ايه ابيض شايفه دي سيادتك بصي عاملين تشير نازل عليها من فوق تشير نازل كله من فوق من جوه تعال شوف فيها الاوضه كده يا ده انت هو بس يا تعالى اتفضلي بس يا ابني تهو عليه بص السقف طالع كده من هنا بص السقف عاد ما خلص كفو بايظ كله وبتاعت اربع يتامى دول ابوهم ميت الشقه دي يعني عيال يتامى ابوهم ميت اربع ابوهم ميت سايبهم وديك زي ما شايف ولا بوتجاز ولا اي حاجه ولا تلفزيون ولا حاجه خالص. الحيطان من ورا كلها تجرف السلالير. يعني قاعدين انا هو احنا ما حدش بيسال فينا خالص. عادي. ده كل ده جوه التاني اللي شغال. هي على كده نظيفه المنطقه. بس الراجل ده عشان نقل وربنا كرمه وبيت مش راضي يتكلم ونفتح انا. لا هي منطقه هي كلها.